شاء الله. طيب انا اخوكم احمد حنبوري، طبعا سوينا كتاب اللي هو كتاب الياباني اسفل للمبتدئين، وهذا كتاب يعتبر جديد في السوق، يعني ما في كتب كثير عربيه تعلم لغه يابانيه، فحبيت اني ابدا هذا اسوي الكتاب. طبعا في شيء كثير من الناس ما يعرفوه، انا ما درست اللغه اليابانيه كتخصص في الجامعه، انا دارس الهندسه، وسويت الكتاب هذا من باب الهوايه، ليس من باب انه يكون تخصص اكاديمي او من باب انه تجاره، سويتها من باب فقط الهوايه وتجربه شيء جديد. وقبلها كان سويت كتاب برضو، والدافع اللي خلاني اسويه انه في كثير من الزملاء الموجودين معايا في معهد اللغه كانوا يعانوا شويه من فهم قواعد اللغه اليابانيه، كانت شويه صعبه، فكانوا يحاولوا يقارنوها باللغه العربيه فما كانوا يعرفوا يجدوا لها شرح ممتاز. ليش؟ لانه احنا كنا ندرس باللغه اليابانيه بشكل مباشر لما كنا في اليابان، ما كان في لغه وسيطه، ما كان باللغه الانجليزيه، كانت باللغه اليابانيه، فكنا نتعلم باللغه اليابانيه بشكل مباشر. فلما سويت انا ملخصات لزملائي على اساس اشرح لهم القواعد، ساعدتهم بشكل كبير في كسر الجبهه، وحسيت انه واحد من الشباب قال لي لابد انك تسوي خلي زي كتاب بحيث ان الناس تستفيد منه وتتعلم. ما تحمست للفكره كثير، قلت لا مو دي الدرجه يعني ان اسوي كتاب الناس تستفيد. قال لي لا جرب وشوف. فنسيت الفكره، بعدين جلست اكمل في الملزمات هذه، ما صارت عندي اوراق مره كثيره، فقلت خلاص هذا عندي كتاب يعني، فقلت ليش ما اعطيه للناس تستفيد منه، ونزلته اونلاين في حساب اليابانيه اسهل الاكاديميه مسويها بشكل مجاني. هذا بالنسبه لملخص القواعد لمستوى N3 الى N1. بالنسبه لمستوى N1 2 3 4 5 هي خمس مستويات في اللغه اليابانيه، اسهلها N5، وهذا الموجود في الكتاب عندي مكتوب عليه اليابانيه اسهل المبتدئين N5، هذا فقط للمبتدئين. N1 هو المستوى الاصعب، يعتبر مستوى اصعب في اللغه اليابانيه، والكثير يلخبط يعني يحسب N1 هي الاسهل N5 هي اصعب، لا هي العكس. فلما سويت N3 N1 كانت شويه للناس اللي مستواهم متوسط الى متقدم شويه، فحبوا الكتاب، حبوا فكره الكتاب، وجتني طلبات كثير اني اسوي كتاب للمبتدئين، فبدأت اسوي كتاب للمبتدئين وبدأت يعني ننشر، الحمد لله يعني لقى اقبال كبير جدا. هذا بالنسبه لقصه الكتاب. وطبعا الكتاب هو مو فجاه يعني طلع، هي عباره عن تراكم خبرات، انا عشت في اليابان تقريبا 6 سنين ونص، وكل يوم بنتعلم شيء جديد في اللغه، فبالتالي احاول قدر الامكان لما اترجم القاعده انها اقارنها باللغه العربيه، ايش مرادفها في اللغه العربيه؟ ما اجيب الترجمه حرفيا بس اجيب الترجمه بالمعنى، بالمعنى. خصوصا ان قواعد اللغه اليابانيه جدا جدا كثيره، بس جدا جدا ممتعه، كل ما تتعلم شيء جديد كل ما تتحمس وتعرف ايش معنى. طبعا انا بس حاب اعرف هنا كم واحد هنا يعني يتكلم لغه يابانيه؟ لا عادي يعني حتى بتتكلم بشكل عادي. 1 2 3 4 اوكي، لا اربع شوي شوي برضه مقبول. 4 هذه زي طيب 4 ما شاء الله. هذه طبعا ممكن اسال كيف تعلمتوها؟ سيلف ستدي انمي دراما نفس الشيء بس من انميات برضه من الانمي. وانا كثير لما اسال الناس ليش يعني ليش يعني عشان سمعتها في الانمي حبيت تتعلمها، ويقولوا كثير ايوه انه لما نسمع اللغه يحبوها، يكون الصوت جدا حلو، واتوقع هذا السبب يعني صحيح. وفي ما شاء الله يعني اخذها بشكل جاد جدا، وانه يجيب مدرس ويتعلم وزي كذا. فاتمنى الكتاب هذا اللي سويته بالنسبه لليابانية اسهل انه يكون يساعد الشخص المبتدئ في اللغه اليابانيه انه يتعلم ويستفيد. طبعا الكتاب على اساس اسويه انا كان عندي وقت جدا ضيق قبل التخرج، انا حبيت اسوي شيء قبل ما اتخرج من اليابان انه اترك بصمه جدا حلوه. من بقيه الافكار جتني اني اسوي كتاب للمبتدئين، حاولت اخلصه بقدر، كنت كل يوم اقعد 5 ساعات أو 6 ساعات تقريبا في اليوم لمده 4 شهور، كنت انام يعني تقريبا 6 7 ساعات او 6 ل 5 ساعات في اليوم عشان بس اخلص الكتاب هذا قبل ما اتخرج. وكونت فريق ساعدني انه يخلص من عمليه الاخراج، من التصميم، بدايه من التصميم وبدايه من الملفات الصوتيه الموجوده. حرصت في الكتاب حق المبتدئين انه يكون الملفات الصوتيه الموجوده
هي لأشخاص يابانيين لهجتهم اللغة اليابانية بحيث إنه سمعك يتعود على الشخص الياباني. إحنا متكلم شوية ياباني فيه اللهجة العربية تكون فيها موجودة. فحبيت إنكم أنتم بالملف الصوتي هذا إنكم تتعلموا بشكل مباشر وتستفيدوا أيضا من استماع باللهجة وإعادة التكرار. وبالتالي بإذن الله اللهجة هتكون مضبوطة مع الوقت مع كثرة الاستماع. الملف الصوتي يتكون من شخص صديق لي زميل وأيضا أنثى يعني مذكر وأنثى مؤنث موجود في الفترة الصوتية بحيث يعتد سمعك على الجهة. هذا بالنسبة لكتاب اليابانية أصلا. حابين أستاذ محمد المفروض كان يجي، أنا حبيت بس أشكره أستاذ محمد، أنا ما قابلته كان علينا التواصل كان أونلاين طول الوقت، هو تحمس لفكرة إنه يجيب الكتب هنا ويبيعها، والكتب موجودة تحت اللي حاب يشتريها يعني. الله يعطيك العافية. أيوه، فرغم إنه كافي لكن حابي هو إنه يساعدني، وحبيت إن أشكره يعني، يعني كان في كلمة حابة ألقيها بوجوده لكنه مو موجود، لكن حاب أشكره. أستاذ محمد هو صاحب مؤسس المقهى أكيبا كافي، وهو يعني ما درس في اليابان لكن يحب الأنمي ويحب الأشياء، فهو سافر بس مجرد زيارة وحاب يجيب شيء هنا فيها ثقافة يابانية في المملكة العربية. ما شاء الله يعني أشوف إنه في إقبال كبير جدا خصوصا في الويكند يكون جدا جدا زحمة. هذا بالنسبة لقصة اليابانية أسهل. أبغى أخش معاكم الحين في تبغون أخش في الثقافة أول ولا أخش في اللغة؟ صعوبات اللغة أول بشكل يعني غض النظر عن الكتاب، أم نخش في الثقافة اليابانية؟ إيش أكثر شيء يشد انتباهكم؟ أنا اللغة. اللغة أكثر. اللغة أيضا. الاثنين. طيب. طيب أنا حاب أكثر شيء يؤرق المتعلم العربي في دراسة اللغة اليابانية إيش هو؟ ليش؟ النطق. لا أنا ما عندي مشكلة في النطق، عندي مشكلة في فهم بعض القواعد. بعض القواعد. النطق. ايوه اوكي نحس الكانجي شويه. الكانجي. ايوه الكانجي القواعد الشاذه اللي موجوده يعني مثلا ايوه في الاعداد عندهم شواذ، في الحروف المساعده عندهم شواذ، عندهم اشياء زي كذا. طيب خلينا نبدا من الكانجي بعدين نتطرق للقواعد والكلمات. في حرف جدا مشهور في الهيراغانا، هذا الحرف اتوقع تعرفوا ايش هو. ينطق بنطقين واو ها. واو ها تعرفوه اكيد. ايه. هذا حرف يجي اذا كان في كلمه كلمه عاديه فوكابولري يجي بنطق الهاء. اذا كان حرف مساعد ينطق بالواء وهو غالب يعني يستخدم كثير، وايضا ينطق بواء في كلمات التحايا مثل كومباوا وكونيتشوا. يعني عندك نطقين، كيف عرفت النطق هذا؟ كيف فرقت بينهم؟ التفرقة تكون من خلال معرفة مكان الحرف، صحيح؟ هذه باختصار قصة الكانجي. الكانجي دراسته صعبة جدا لأنه إحنا ندرسها كأنها حروف عربية. خلاص هذا ألف، هذا باء، هذا تاء، هذا مفروض ما يتغير. دراسة الكانجي شوية تتغير لأنها ما هي حروف عادية. مثلا لدينا هذا حرف كانجي مشهور. نيتشي هي لي أشياء كثيرة. أنيومي كونيومي يعني. أيوة في غالبا وليس دائما في اللغة اليابانية في طريقتين لنطق نفس الحرف، في طريقة الأنيومي والكونيوم، في الطريقة قراءة الصينية وطريقة القراءة اليابانية. أغلبنا لما يتعلم الحرف الجديد يعرف إيش الأنيومي ويعرف إيش الكونيومي، وهذه طريقة غلط. المفروض ما تحفظ هكذا ولا تدرس هكذا. هذه تنطق لحالها بهي هي، حتى لما تشوف شكلها تشوف شكلها زي الشمس ومعناتها الشمس، معناتها شمس. ولكن ايضا تيجي بنطق ثاني نيتشي نيتشي، وتنطق بنيتشي ومعناها يتغير، مو الشمس يصير معناها اليوم اليوم، واذا دمجتها مع حروف اخرى تتغير برضو معناها. طب انا كيف اعرف اذا هذه نطقها نيتشي ولا نطقها هي؟ في بعضكم يحصل صعوبة فيه، لكن هي ما هي صعبة. لما تقرأ سياق الحديث كامل، سياق الجملة، حتعرف هذه ايش نطقها، هذه اما تقول نطقها هي ام نيتشي. هذا برضو كانجي مشهور. إيما. إيما. ويعني الآن، ينطق بإيما ويعني الآن في هذه اللحظة.
طبعا هذا الكانجي ايضا ينطق بنطق اخر كيو. هو كون بيتناقل في كلمه كيو تمام. ايوه ينطق ايضا بكون كون اللي هي اكيد تعرفون كونيتشيوا. كونيتشيوا ايش معناها؟ مرحبا باللغه اليابانيه. هذا نطق كون نيتشي وا كونيتشيوا. رغم انه هذه اصلا ايما هي ها ما تنطق إيما هي ها تنطق كونيتشيوا. طيب كيف أعرف نطقها؟ يعني كيف أعرف كيف أدرس كيف أفرق بينها؟ أفرق بينها لما تشوف فين مكتوبة الجملة، فين هي مكتوبة. إذا كانت مكتوبة هكذا فهي تنطق كونيتشيوا. طيب كيف أحفظ الكانجي؟ هل أحفظه بمفرده؟ الإجابة لا، ما تحفظها بمفردها، تحفظها ضمن جمل ضمن مفردات، وكل مفرد تكون لها بجملة أخرى. يعني لما تدرس الكانجي لا تدرسه هكذا لحاله، أدرسه مع كلمات أخرى مدمجة أساس تعرف نطقها وما تضيعها. وطبعا هذا مثال بسيط فقط لأنه الكانجي جدا كثير، حروفه تقارب الألفين. طبعا أنا ما أقول لنفسي أنا أعرف أكتب وأقرأ جميع الألفين حرف، يمكن الآن اللي أعرف أكتبه لأتذكر يمكن فقط 100 من هذه الألفين، لأنك أنت تنسى وبالتالي تستخدم الكمبيوتر كثير وتستخدم الجوالات كثير فبتنسى طريقة النطق الحروف. ولكن في البداية كتأسيس يفضل أنك تتعلم 100 حرف من الكانجي حتى تعرف فقط طريقة الكتابة فوق لتحت. وغالبا أول 100 حرف هي الأصعب، البقية هي الأسهل. ليش؟ رغم أن البقية كثير جدا، لأنه 100 هي الأساس اللي تتكون من 2000 الباقية. ليش؟ بعد ما تتعلم 100 راح تتكرر معاك مرة أخرى. بمثال مثلا إتشي، خط واحد معناته واحد، اثنين تكون اثنين، هذه الاثنين تتركب مع حرف اخر وتصير معنى اخر، تصير بمعنى اخر، كانجي اخر. انت عارف الرسمتين بس شبكتها وتطلع معك كانجي واحد ثاني. فبالتالي كيف عرفتها؟ من المئة او اول 200 كانجي تعلمتها هي راح تتكرر معك على طول. فبالتالي الكانجي ليست مشكلة، لا تقلق ابدا، خصوصا في المستوى المبتدئ انت ما عليك تتعلمي ابدا الكانجي بصورة يعني كل يوم لازم تكتب هذا 20 مرة كل حرف، لا، تعلميها من كلمات مفردات. عينك لازم تكون على الكانجي نفسه ما يكون على الفوريغانا، اول شيء على الكانجي بعدين الفوريغانا طريقة النطق، حيث عينك لما تتعود على الرسمات خلاص راح تعرفيها بشكل مباشر بدون ما تقول هذا كان كون ولا كان إيما ولا كان إيتشي. فلا تركزوا على الكانجي، نركز على ايش؟ على القواعد. القواعد هي التحدي الأصعب والتحدي الأمتع في اللغة اليابانية. طيب هذا كان بالنسبة للكانجي. بالنسبة لقواعد اللغة اليابانية، طبعا كل ما كانت القاعدة أسهل وأنت متمكن فيها بشكل كبير هي القاعدة اللي أنت تستخدمها في الحديث، لأن هناك فيه أكثر من 600 قاعدة في اللغة اليابانية بس متشابهاتها كثير، مترادفاتها كثير. يعني انت ممكن تعرف 3 أو 5 قواعد كلها نفس المعنى، اختلاف بسيط جدا في المعنى، ولكن في واحدة منهم فقط هي اللي انت متمكن منها. هذه اللي متمكن منها انت تستخدمها، لا تستخدم الأصعب، لانه كل ما كان تعبيرك في اللغة اليابانية اسهل كل ما كان وصلت المعلومة. انت فقط تستخدم اللغة اللي توصل المعلومة. هذا بالنسبة للقواعد، هذه الطريقة أنا تعلمتها بالنسبة للقواعد. وأيضا كثرة الاستماع جدا ضرورية، في محادثات كثير لابد أنك تسمعها. من ضمن المحادثات في موقع جدا جميل اسمه japanesepod101.com، موقع إنجليزي وفي محادثات dialogues تقدر تحمليها، لكن المشكلة أنه بالإنجليزي، من ياباني بالإنجليزي. فإذا تعرف شوية إنجليزي بفضل لك أنك تستعملي أو تسمع لهذا الدايلوجز بشكل يومي حتى يتسهل عليك تعلم اللغة اليابانية. هذا بالنسبة للقواعد. بالنسبة للكلمات، الكلمات غالبا كل كلمة يابانية تتكون من حرفين كانجي، هذا أكثر شيوعا. في بعضها 3 لكن الأغلب تكون 2، وفي بعضها كلمة واحدة تتكون من حرف واحد فقط. مثلا زي هذا معناته نيتشي، وهذا يجي بمعنى هي، نيتشي بمعنى يوم، يجي بمعنى شمس. كيف أعرف؟ من خلال سياق الحديث المكتوب في الجملة.
أنا بالنسبة لي الصعوبة اللي تكمن في الكلمات إن اللغة اليابانية لغة ثرية بالمفردات فعلا زي اللغة العربية صحيح هذه مشكلة يعني مو زي الإنجليزي صحيح بس أيضا أرجع لموضوع القواعد أنت عندك 600 قاعدة وعندك 10,000 حرف فمو شرط تستخدم ال 10,000 حرف كلها تستخدم الكلمة اللي أنت تفهميها المترادفات في اللغة اليابانية جدا جدا كثيرة فتستخدمي الأسهل والأقرب لذهنك خاصة الكلمة اللي تطلع تستخدميها ولا تخجلي أبدا للتحدث مع أي شخص ياباني باللغة اليابانية الشخص الياباني جدا خجول للتحدث يعني لازم أنت تبادل وهذه مشكلة للأسف هم يعانوا منها إنهم شخصيات خجولة نفسهم لكن ما يسوي شيء ما يبادل أبدا أنت لازم تخش في وجهه تكلم معها وتكون الصداقة أنت بنفسك وصراحة هي عملية شوية صعبة معقدة لكن حتعرفوا مع الوقت كيف هم طريقة تفكيرهم حتعرفينها بس المبادرة لابد إنك تأتي منك حتى تتمرسي اللغة اليابانية بشكل مستمر. طيب في أي أسئلة خاصة بالقواعد أو خاصة بالحروف الكانجي؟ إيه هو المفروض بعد الخامس N4 N4 المفروض يعني المبتدئين خلصت الكتاب ما شاء الله لا والله طيب هو في 100 درس 334 صفحة وتوقع انه شوية كثير يعني وفي 8 اختبارات منها اللي متمكن من اللغة يعني او يعرف شوية في اللغة اليابانية انصح انه ما يشوف الدروس يشوف الاختبارات اول شيء يختبر اذا كان درجته عالية فمعناته انه فاهم الدروس اللي قبلها ويشوف الاختبار اللي بعده هي 8 اختبارات خلصت اختبار اول شوف الاختبار الثاني خلصت الاختبار الثاني شوف الاختبار الثالث كل ما كان درجتك كويس في الاختبار معناته انزل الدروس اللي قبلها لانها جدا سهلة وخصوصا دروس البداية جدا جدا سهلة خصوصا اللي يعرف يتكلم لغة يابانية من الانمي ويعرف يتكلم لغة يابانية سواء من دراسة عن طريق مدرسة او اخر او غيرها ما شاء الله كتابك يعني انفاس دحين طلعت كذا نظرة سريعة حسيته كمان يعني كتب ما هو مكثف اكثر من منا نونو هونغو يعني خلص 25 درس تدخل الاختبار N5 هذا اللي انا سويته يعني ونجحت في الاختبار لما جبت هذا الفضل قلت هذا اليوم هذا وش طبعا هي طبعا اختنا تقول انه الكتاب شويه كبير مقارنه بالكتب الاخرى كثير مو كثير بس حتى معناته ما شاء الله يعني ايوه معناته كذا محطوط الله يعطيك العافيه هو انا زودت امثله كثير جدا يعني كل درس تقريبا في من 10 ل 11 مثال انا يعني كاتبه والدروس اللي فيها مفصله بشكل جدا كبير يعني مثلا في درس فقط لحرف مساعد واحد ودرس فقط لحرف مساعد د ودرس فقط لفعل واحد مثلا فعل شيمس هذا درس لحاله مثلا ليش؟ لانه اللي مبتدئ في اللغه اليابانيه ما تبي تديه القاعده كلها بتديه طريقه استعمال القاعده وايضا في نفس الكتاب انا حرصت انه تكون بمستويين مستوى التبجيلي طبعا المستوى التبجيلي هو اللي تستخدم فيه حرفين ديس مس الدس والمس المس اللي هي الافعال تنتهي بمس والدس الاسماء ايوه الاسماء هذه يسموها مستوى التبجيلي الكيبو وفي مستوى العادي اللي هو فوتسوكي وفوتسو معناتها عادي فوتسوكي اللي هي الصيغه العاديه في اللغه اليابانيه تستخدميها مع الاصدقاء بينما الصيغه التبجيليه تستخدميها مع كبار السن الاعلى مقاما فانا دمجت الكتاب بين هذه المثالين يعني في بعضها تبجيليه في البدايه هي تبجيليه لكن في بعض الدروس تبجيليه مختلط بين التبجيلي والصيغه العاديه وطبعا في حركه حلوه سويتها في الكتاب وتفيد ان شاء الله كل المتعلمين انه اللي حاب عنده سؤال استفسار في موقع الأكاديمية مفتوح تجيني رسائل بشكل مباشر أنا أجاوب عليها بشكل مباشر أي سؤال يخطر في بالك سواء في الكتاب أو خارج الكتاب عن اللغة اليابانية في قاعدة ما فهمتيها أنا موجود لشرح هذه القاعدة وفي حسابنا برضو على الانستغرام اليابانية أسهل نحط إحنا أحيانا كلمات جديدة مفردات جديدة نسوي برضو أشياء كذا إضافات فقط ليست ضرورية ولكن إضافات يعني تساعد في تعلم أكثر مفردات أكثر في اللغة اليابانية التعبيرات في اللغة اليابانية جدا كثيرة جدا جدا كثيرة اليوم نزلنا بوست في اليابانية أسهل اسمها كوتشي غا كاتاي كوتشي اللي هو فم غا الحرف المساعد اللي عرفها الكوتشي كاتاي يعني صلب خاص معناته فم صلب هذا المعنى الحرفي للتعبير كوتشي غا كاتاي أو كوتشي غا كاتاي ديس بالنسبة للصيغة المبجلة ايش معناتها؟ معناتها مو فم صلب رغم انه الكلمات معناتها فم صلب
معناتها انه يحفظ السر، يحفظ السر كل شيء يعني فهم صلب يعني ايوه يعني يحفظ السر. هذه التعبيرات جدا كثيره في اللغه اليابانيه، جدا جدا كثيره. بس هل هي ضروريه لدراستها على اساس تتمكن من اللغه اليابانيه؟ لا ليست ضروريه، بس هنا تكمل المتعه انك يعني تضيفي اشياء من هنا ومن هنا ومن هذا الشيء. نبغى نتكلم برضو عن اذا حابين يعني تشوف الموضوع مناسب، كثير من المتعثرين في اليابان راحوا اليابان وجو بينسوا اللغه، ما بيتمرسوها بينسوها. وهذه صراحة مع أي لغة ممكن تواجهها، سواء الإنجليزي أو العربي أو الفرنسي أو أي لغة تتعلميها، إذا ما مارستيها بتروح منك هي. فأنا أشوف إنه أحد الطرق اللي ممكن تستفيدي منها على أساس إنك لا تنسيها إنك تخصصي لو في اليوم ربع ساعة ثلاث مرات في الأسبوع تقرأ كتاب باللغة اليابانية. مو شرط يكون كتاب صعب، ممكن يكون كتاب مخصص للمبتدئين للأطفال، موجودة جدا، موجودة في 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 كثير من المواقع مثل المكتبة اليابانية بتوفر هذه الأمور. وأيضا الكتاب قد يساعد، يعني فقط يكون في سلسلة متواصلة، ليس بشكل يومي ولكن سلسلة متواصلة من الأيام تكوني فيهم تتعلم اللغة اليابانية بحيث إنك ما تنسيها، ما تنسيها بإذن الله. هذا بالنسبة للغات. ما أدري إذا كان عندكم سؤال آخر بالنسبة للغات أو اللغة اليابانية. أنا بصراحة عندي مشكلة. أيه. أنا أخذت إنسا. إنسا ما شاء الله تبارك الله. بس ما نجح. كانت فصل درجة يعني وما نجح. أوكي. وهذا كان من 5 سنوات. يعني. 5 سنوات قبل. ما شاء الله تبارك الله. بعدين وقفت عشان دراستي زي كده. الحين بحاول إن أرجع أحس كده من البداية اصطدام، ما أدري أحس ليش ماني قادر يعني، مع إنه الأول كنت كانج ما شاء الله، مدري إيش ما شاء الله. ما أعرف إيش الممكن الحل يعني الواحد يسويه. أوكي. يمكن من وجهة نظري الكتب القديمة اللي كنت تدرسيها رجعيها بشكل فوري، لأنه الكتب اللي درستيها هي مخك اللي بتتذكرها. بس لو تدرس كتب جديدة أحس شوية ممكن تصعب المهمة، لأنه كل طريقة كل كتاب له طريقة معينة في الشرح. بس الكتب اللي أنت درستيها أول وصلتك لمرحلة إنسان، لو ترجعي تراجعيها راح تفتكر على طول وراح تستمر إن شاء الله ترجع كل المعلومات. هل هذا يعني رأي شخصي؟ الله أعلم، بس أتوقع إنها راح تزبط. حاول بس ما زبط. طيب هو في شيء أنا أساس برضو أتعلم اللغة اليابانية، يمكن تنصدموا عدد الكتب اللي عندي تقريبا من 30 ل 40 كتاب اللغة اليابانية. طبعا مو كلها قريتها، مو كلها قريتها عشان كسر إيه، في بعضها اتصفح أقول لا هذا ما يناسبني أبغى شيء آخر. بس هي من 30 ل 40 كتاب. كم عدد الكتب اللي خلصتها بشكل كامل؟ أكثر من 10، أكثر من 10 يعني تقريبا أكثر من ربع. بس حلو. إيوه يعتبر حلو. ف تنويع المصادر جدا مهم، انك ما تدرسي كانجي فقط، ما تدرسي قواعد لغويه فقط، وما تدرسي كلمات فقط، وما تدرسي استماع فقط، لا كلها تجمعيها وتدرسيها وتتعلميها بحيث ان اللغه باذن الله تتسهل عليك. وكل ما تنوعت المصادر كل ما تحسي بمتعه، وكل ما المعلومات تتشابك مع بعضها. طبعا اي معلومه صعبه فيها وروحي للي بعدها، لانه معلومه احيانا المعلومه الصعبه قد تكون غير مهمه لذي الدرجه، او القاعده دي اللي ما فهمتيها قد تكون غير مستعمله او غير شائعه عن الاستمرار. ايوه ايوه. فبالتالي حط جهدك في شيء اخر، في قواعد كثير شائعه اكثر، هذه انا اشوف انه من افضل تكمل فيها. طيب في سؤال. ايوه. طيب بالنسبه عاد ممكن امسك الكتاب بعدين. هذا كتاب طبعا اول محاوله لي لعمل كتاب باللغة اليابانية، وموجود نسخة منها إلكترونية. وطبعا هذا ملخص، يعني الشرح فيه شوية ملخص تلخيصي، ليس بشرح مثل هذا الكتاب الآخر. وطبعا عشان ملخص بتشوفي يمكن كل صفحة فيها ثلاثة أو قاعدتين، من ثلاث قواعد أو أربع قواعد تكون مشروح. الشرح يكون ما هو مكثف، تكون كلمة أو كلمتين تشرح القاعدة نفسها، فهو ملخص. فإذا حسيت إنك متي فاهمة هذا الملخص، نفس القاعدة هذه باللون أحمر شيليها حطيها في بحث جوجل وتطلع لك الشروحات المتعلقة بها. طبعا غالبا اللي يدرس هذا الكتاب يتكلم لغة يابانية غالبا، لأنه حتى ما في عليها فوريغانا. الفوريغانا هي الهيراغانا اللي تكون مكتوبة فوق الحروف، هي ما هي مكتوبة أغلب الكلمات، لأنه غالبا يعني أنا سويت حركة يمكن شوية أزعجت الناس، يعني حتى كانوا كثير يقولوا لي ليش ما حطيت الفوريغانا؟ أنا كنت أبغاكم تطالعوا في الكانجي بشكل مباشر، إذا ما عرفتي معناها أنا أبغاكي تاخذي الكانجي هذا وتبحثي عنه، لأنه جدا شائع في الاستخدام. الغير شائع حطيت عليه فوريغانا.
فالكتاب هذا ليس ملخص فقط بل ايضا يساعد على قراءه حروف الكانجي باللغه. طيب هذا بخصوص ملخص القواعد. في شيء اخر حابه تستفسري؟ طيب انت ما شاء الله مبتدئه. يعني انا بدات فتره الكورونا. كورونا ما شاء الله كمان حلو. درست مع استاذ سعد سويان ما شاء الله. هي دحين هذا ثاني شهر خلاص غلقت المستويات معاه الحمد لله يعني مرتين تقريبا غلقتها ودحين مع استاذه رهف متقولي ما شاء الله حلو. طيب حلو هو تنوع مصادر تنوع مدرسين حتى تشوف ايش الانسب. فدوبي لسه بديت في الكانجي لسه حلو لسه. طيب في مشاكل ممكن تواجهيها كمبتدئة في تعلم اللغة اليابانية أو شيء جدا تشوفيه صعب أو صعب الاجتياز؟ ممارسة اللغة. ممارسة اللغة. ماني لاقي أحد أمارس مع اللغة. فعلا هذه يعني ما أقدر حتى أنا أواجهها. أيوة يعني حتى أنا بشكل شخصي. نتمنى أن يكون في كوميونيتي عندنا هنا في السعودية للناس اللي بتتكلم اللغة اليابانية أو بتتعلمها. صحيح. إنه ممكن يعني يتساعدوا في الشيء ده. صحيح. إنه لأنه أنت لما يعني تتخاطب بلغة مع شخص حيساعدك في أشياء مرة كثير فما عندنا الموضوع ده غير أونلاين. صحيح. يعني أونلاين وأحيانا يعني موضوع فرق الوقت أصلا بيننا وبينهم هذا الحرب فاير. فرق الوقت 6 ساعات. أيوة. كده أقترح لو تعرف جهة أو حاجة في حاجة اسمها exchange language. أيوة. هنا في يابانيين بيدرسوا اللغة العربية. مزبوط. أنا صديقتي بتدرس اللغة العربية. ما شاء الله. إنه نجيبها هي بتدرس لغة عربية وأنا exchange language معها مرة حلو يعني. متعلمي اللغة العربية في اليابان فيه يوجد ولكن ليست بذيك الكثرة يعني ليس يعني ما هي شائعة تلك الدرجة ما هي مرغوبة بتلك الدرجة لكن فيه ولو حبينا نسوي مجتمع غالبا حيكون عن طريق الأونلاين مع الأسف لأن المجتمع الياباني في السعودية أصلا قليل والمجتمع العربي اللي في اليابان أصلا جدا قليل فالتواصل بينه وبينهم شوية ضعيف وهذا يعني حكومات حابة أن تسوي برامج تبادل ثقافي بينهم وبين بس ما أدري إذا كان. لا نتكلم عن الناس اللي فين هنا ما شاء الله كثير يا بني. المشكلة مو كلهم بيتكلموا اللغة العربية. أيوة. بيتكلموا الإنجليش مو مشكلة اللي بتبى تتكلم إنجليش معاها تتكلم بس من تبادل اللغة هذه مرة شيء يعني. هذا. مرة يفيدنا يعني. فرطفل يعني. يفيدنا يعني هم ممكن يستفيدوا وإحنا نستفيد. صحيح. أنا اقترحت هذا الشيء على سد. محمد. أيوة. هنا بس قال إن شاء الله بعد ما أزمة كورونا بس تهدى وما أدري إيش. صحيح. ممكن أستاذ محمد يتحمس ببالي يسوي هذا ما شاء الله صار المحل ده أتوقع إن شاء الله يتحمس يسوي حركة زي كده بس ترى هذه مشكلة حتى أنا أعاني منها شخصيا اللي هي إنك تشوفي شخص ياباني تكون علاقة معه صداقة ودية وتتحدث معه باللغة اليابانية وأيضا باللغة العربية بحيث إنك تمارس اللغتين ولكن ربما الشخص الياباني يفضل اللغة الإنجليزية إذا أنت تتحدث باللغة الإنجليزية عادي تمشي معه باللغة الإنجليزية وأيضا باللغة اليابانية يعني عادي أو أحد الأفكار اللي أقترحها إنك مثلاً تكلم الشخص هذا يقول إيش رأيك أنا أعلمك عربي بس تكلم معه باللغة اليابانية يعني لازم تفرض عليهم هم ما حييجوا يقولوا لك معليش ممكن تصير أصدقاء تعلميني عربي أعلمك ياباني بالذات لينا إحنا اللي هو العرب اللي بيتعلموا اللغة اليابانية إنه يصير لنا حاجة زي كذا حتى لو ما في أحد مثلاً ياباني يكون موجود يعني ما شاء الله في اشخاص زي حضرتك ايوه يعني انتم عايشين كنتوا هناك ودرستوا هناك وجيتوا فانتم عارفين ايش بتقولوا فتوصيل المعلومه من شخص عربي لشخص عربي في لغه جديده حتكون اسهل من شخص ياباني لشخص عربي صحيح يعني احس انه احنا تفكيرنا واحد يعني حتلاقي مثلا حتى الاساتذه ايوه صحيح. وما تيجي تساله يقوم يقول لك فعلا النقطه اللي انت تبغى تفهمها أيوة. ويوصل لك هي مظبوط انه ايوه لما تيجي تقول كده حتقولها كده وتفهمها كده وهي بما معنى صحيح احس زي كده يعني اكثر من اتمنى تكون انت من اول المبادرين ان شاء الله فعلا يعني وان داي كده في الويكند مره حيصير تمام طيب نقول ان شاء الله انا هتكلم برضه مع محمد في هذه النقطة وأقول أنا صوت الجمهور صوت الجمهور إن شاء الله إنه نوصل طيب أنت ما شاء الله تعلمتي عن طريق الأنمي ثم درستي يعني مدرسين برضو كم مستواك ما شاء الله في اللغة اليابانية جديدة برضو 3 شهور يعني برضو في المستوى المبتدئ حلو طيب إيش أغلب أو أكثر المشاكل اللي ممكن تواجهيها أثناء تعلمك اللغة اليابانية الكانجي يعني هي مشاكل شائعة بينهم بس ترى بقول لك شيء كثير من اليابانيين ما يعرفوا يكتبوا كانجي كثير جدا كثير جدا فلا تقرقوا نفسكم بالنسبة للكانجي تعلموا فقط طريقة الكتابة على أساس تعرفوا فقط كيف يكتبوها
من فوق لتحت من اليسار لليمين، خلي يدكم خلاص تعرف كيف هذه الطريقة، ولا تحفظوا 2000 زي بعض الناس يقول لازم تحفظ 500 عشان تاخذ مستوى N3، لا لا تسوي كذا خلاص. واغلب الاحيان الكتابة من الكمبيوتر، الجامعات حتى في اغلب الريبورتات تكون عن طريق الكمبيوتر بتسلميها للمعلم، بس احيانا بيكون في ريبورت تكتبيه بيدك. طبعا هذا بالنسبه للي بيدرسوا اكاديمي، اللي بيدرسوا اكاديمي طبعا جدا موضوعهم كيف بالنسبه للغه، اللغه جدا حتكون شويه مختلفه، لانه نظام الاكاديمي غير عن نظام تعليم لغه بشكل عام كمحادثه يوميه مختلفه طريقه مختلفه. طيب اذا ما في اسئله اخرى عن اللغه ممكن تخش على